الأكلات العراقية مثلا الكباب والقوزي والمقلوبة وتشرب لحم، أكلات متنوعة يعني كل لذيذ وشهي الحمد لله. والسمك مسكوف هم أحب كثير يعني. جئت من الصيني في سنة 2014، وعندنا أكو مشروع هنا بالقضاء الحي محافظة واسط، المشروع مشروع مجاري يعني. الحمد لله احنا هسه كملنا المشروع ودخلنا لفترة الصيانة بقدر سنة كاملة، لذلك استغل هذا الفرصة أقدم لدراسة ماجستير اللغة العربية بالجامعة الواسط. الحمد لله أحب اللغة العربية. ليش؟ لأنه هو لغة، أول شيء لغة القرآن، لغة المسلمين، لغة جميل ومفيد يعني أحبه. أنا تأخرت من الصيني بالمعهد الصيني لغة العربية مع بكالوريوس، يعني هنا بالنسبة لي لقيت يعني بعض الصعوبات يعني إيه، بس الحمد لله مشينا بالتعاون الزملائي والدكاترة ومساعدتهم الحمد لله. حقيقة الطالب يعني اندمج وانسجم مع في الجوانب العلمية والاجتماعية في الكلية، وحقيقة من الطلبة المتميزين في هذا الاختصاص، فهو مجد ومتابع بشهادة يعني كثير من الأساتذة الذين درسوا هذا الطالب.